أن يقول أخي يعمل على تعطيل الإرث، ما هو حكم منع الإرث؟ الجواب بارك الله فيكم، حكم منع الإرث كحكم منع المال والحق بصفة شاملة، هو كمنع أي إنسان حقه، فهذا ظلم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ومنع الإرث هو ظلم لصاحبه وحبس للحق عن صاحبه، فيأثم الإنسان إثما عظيما بذلك، وعليه أن يوصل الحق لأصحابه، والله سبحانه وتعالى أعلم.